لا هي شوف 2023 هي مناسبة مرور 100 عام. نعم شوف ال 100 عام هذا الرقم له في العقل اليهودي والعقل النصراني له معاني كثيرة. من بين هاي المعاني انه اذا وصلنا الى 100 عام بالعقل اليهودي، اذا وصلنا الى 100 عام فتأبدت المسألة. لكن لذلك دائما اذا بتسمع بيقول لك 99 عام، اتفاقية 99 عام، ما بيقولوش 100 حتى يتجاوز عملية التأبيد. لكن هذا الكلام ما بيمشي، مع شريحة معينة بعقائدها هي حرة. لكن 100 عام هي مرور 100 عام الآن على معاهدة لوزان. لا يوجد نص في المعاهدة يقول بانتهائها بعد مرور 100 عام، ولا يوجد نص يقول بتأبيدها بعد 100 عام. ثانيا، كل المعاهدات تخضع لموازين القوى والتمرد والانفكاك والتحلل. لكننا عندما نتحدث عن معاهدة لوزان بالذات فنحن لا نتحدث عن مجرد معاهدة صيغت بين طرفين من وجهة نظر إسلامية. نحن نتحدث من وجهة نظر إسلامية على أن المعاهدة توجت الحكم الجبري في الأرض، والذي صب على العالم الإسلامي وفي القلب من العالم العربي صب. لذلك نحن الآن نتحدث بمنطق أن الجبر إن كان بدأ من عند وستفاليا، أو إن كان بدأ وستفاليا 1668 أول نظام دولي، أو إن كان بدأ من عند 1789 الثورة الفرنسية التي دشنت الحكم الوضعي في الأرض، وبالتالي بدأ يتوسع الحكم الوضعي في الأرض حتى وصل إلى العالم العربي والإسلامي. عندما وصل العالم العربي والإسلامي وضع نظام دولي باسم عصبة الأمم المتحدة، ثم وضع تطور نظام الدولة بعد الحرب العالمية الثانية إلى صيغة الأمم المتحدة، وأصبحنا الآن تحت الجبر. الجبر هنا نحن بنظام حكم فقط.